الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، ما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب الأدب، قال: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح الآية. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. هذا الباب فيه استحباب التبشير والتهنئة بالخير، وذلك لأن التبشير والتهنئة بالخير من أسباب دخول السرور على أخيك المسلم، فصار مستحبا وصار عبادة من هذا الباب. وسمي التبشير بشارة وتبشيرا لأنه يغير البشرة فيغيرها من حالها إلى السرور وإلى الفرح، ويغير كمدها إلى سرورها. وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان إذا استبشر خيرا تهلل وجهه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذين جاءوا متقلدي الأنمار ورأى ما عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفاقة، وقام وخطب الناس: قد صدق رجل بدينار، تصدق رجل بدرهمه، حتى جاء أحد الصحابة بصرة كادت يده أن تعجز، بل عجزت يده عن حمل ما أتى به من الصدقة، فقام الناس وتصدقوا. قال راوي الحديث: فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. وهذا أمر واقع ومشاهد، أن الإنسان إذا بشر فإنه يتغير ويتهلل وجهه، ولذلك سمي التبشير بشارة وتبشيرا لأنه يغير البشرة. والتبشير الأصل فيه أنه يكون للخير، الأصل أنه يكون للخير، كما في هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب. وقد يكون هذا التبشير بالعذاب، كما قال سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وهذا من باب التحكم بهم وتوبيخهم، فيقال: أبشر بعذاب الله. وإلا فإن الأصل أن التبشير يكون في أمور الخير. وهذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله هي بعض آيات القرآن التي وردت في التبشير، وإلا فإن الآيات كثيرة جدا. فالآية الأولى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا تبشير من الله سبحانه وتعالى لمن اتصف بهذه الصفة، أن يستمع القول فيتبع أحسنه، وذلك بالعمل الصالح. أما الذي يسمع ولا يعمل فإنه كما قال سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأقماع. والأقماع سموا بالأقماع لأن القمع هو الذي يكون وصلة بين شيئين، يدخل فيه الماء من جهة ويخرج من جهة أخرى، فقال: ويل للأقماع. لماذا توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالويل؟ لأنهم يستمعون ولا يطبقون، يسمعون ولا يعملون، فشبههم بالقمع يدخل فيه الماء من جهة ويخرج من جهة أخرى. أما الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فجاءهم التبشير من رب العباد سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة
منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وأيضا قالوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقال فبشرناه بغلام حليم. وقد جاء التبشير لإبراهيم بغلامين، بإسماعيل وإسحاق، فبشرناه بغلام حليم هذا إسماعيل، وبشرناه بغلام عليم إسحاق عليهم الصلاة والسلام. وتعرف ذلك بالسياق الآيات، وإذا أراد المرء يعرفها من سياق الآيات يعكسها. فالحاء للعاء، غلام حليم إسماعيل، والعليم عكسه إسحاق. فإذا جاء الحليم فهو إسماعيل، وجاء العليم فهو إسحاق عليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وقال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق والمرأة إسحاق يعقوب. وأيضا في قصة زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ونذكر فائدة، أن الكلام على آيات سيطول ولكن هي فوائد. ذكر بعض أهل العلم في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام أن يعني المسلم إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه ورأى نعمة يريدها عند غيره فإنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما رآه من نعمة بأن يرزقه الله مثلها، لأن أصل هذه الدعوة التي دعا بها زكريا عليه الصلاة والسلام عندما رأى مريم قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فدعا زكريا ربه، ربي هب لي ذرية طيبة، فاستجاب الله له وهو في محرابه. فهنا ذكر أهل العلم على هذه يعني على هذه الآية هذه الفائدة، أن الإنسان إذا رأى نعمة أنعمها الله عز وجل على غيره فدعا الله عز وجل أن ينعم عليه كما أنعم على غيره، فإن هذا من أسباب الاستجابة وهو من التوسل المشروع كما جاء في كتاب الله عز وجل. وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، والمراد أن لفظ البشارة جاء في الكتاب والسنة. والتبشير إما أن يكون لأمر دنيوي وإما أن يكون لأمر أخروي، وكل ذلك مستحب. أما الحديث قال المصنف رحمه الله فهي كثيرة جدا وهي مشهورة في الصحيح، منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة زوجته، بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وهذه بشارة عظيمة لخديجة، فنحن نؤمن يقينا أن خديجة عليها يعني رضي الله عنها أنها من أهل الجنة قطعا، وخديجة لها من الفضائل العظيمة ما لا يوجد عند غيرها من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أول من آمن بالرسول مطلقا، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة من العالم كله، وهي التي ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت معه في أول دعوته، ولذلك كانت لها المنزلة الكبيرة والعظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتزوج عليها أحدا أبدا صلوات ربي وسلامه عليه، وكل أولاده من البنين والبنات من خديجة ما عدا إبراهيم من جاريته ماريا القبطية. ولذلك كانت خديجة رضي الله عنها وأرضاه لها المكانة العظيمة عند خديجة عند رسول الله، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم صديقاتها إكراما لها بعد موتها. وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل، عائشة أم خديجة، فمنهم من قال عائشة أفضل ومنهم من قال خديجة أفضل، ولكل دليله. وهناك من قال لكل منهما فضل ولكل منهما مزية لا يوجد عند الآخرة، وأما أيهما أفضل فعند الله سبحانه وتعالى، ولكن أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق خديجة وعائشة. أما أيهما أفضل فهذا إلى الله، لأن خديجة قد اختصت بأشياء وعائشة اختصت بأشياء. فمنها ما ذكرنا عن خديجة أنها ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها وقفت معه في أول دعوته ولم يتزوج عنها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكل أولاده منها عدا إبراهيم، بينما عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر، وهي التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين صدرها ونحرها، واستأذن أزواجه في أن يمرض عندها صلوات ربي وسلامه عليه فأذن له النساء. وأيضا خديجة رضي الله عائشة رضي الله عنها عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرجال أو أي النساء أحب إليك، قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها. وهذا أيضا دليل في تفضيل عائشة رضي الله عنها على غيرها من بقية النساء، ولها أيضا من الفضل في تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد أحد من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أحاديث الرسول كعائشة، هي أكثر الصحابيات رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أفقه النساء على الإطلاق، أفقه النساء على الإطلاق عائشة. فعائشة وخديجة هما أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه بشارة لخديجة أن الله عز وجل بشرها وهي تمشي على الأرض أنها من أهل الجنة، وبشرها ببيت في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا قصب، يعني بيت من قصب، لا صخب فيه ولا نصب، بيت من قصب يعني من اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب يعني ليس فيه أصوات عالية مرتفعة مزعجة، وليس فيه تعب، فيه كمال الراحة، كمال الطمأنينة، كمال السكينة. وهذه هي الجنات التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين. فهنا بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بهذا البيت، وهذا فيه فائدة التبشير وأنه سنة، فيستحب للمرء أن يبشر بالخير، وهذا هو الأصل في المسلم، أن يكون مبشراً متفائلاً ناشراً التفاؤل بين المجتمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولمعاذ، قال: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. فأمرهم بالتبشير، فيبشر الإنسان الناس بالخير سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأن التبشير يدخل التفاؤل ويدخل السرور على قلب المسلم. هذا والله أعلم، وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.